عدنا إليكم في استمرارا لهذه التغطية المتواصلة عبر i24 نيوز لوقائع اليوم الانتخابي في إسرائيل. السيد جولان برهوم المحلل السياسي الإسرائيلي، أهلا بك من جديد. السيد إيلي نيسان خبير الشأن الحزبي في إسرائيل، أهلا بك. وانضم إلينا عبر سكايب السيد أليف صباغ الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك أيضا. سيد جولان، كنا قد بدأنا نتحدث عن أفيغدور ليبرمان وعن اتهامات يعني الليكود له بأنه يساري في هذه الحملة. ربما هو تلون، لا نوضح، بأعماله بالانضمام لهذه الكتلة هو يسار، لكن من ناحية المبادئ، من ناحية الأيديولوجية، فهو بكل ما يخص للخلافة الإسرائيلي دولة فلسطينية، نعم لا، تقسيم عاصمة القدس وكل هذه الأشياء وكل التحديات الأمنية، فهو يمين. انظري إلى سنوات التسعين وبعد ذلك والتصريحات ضد الوسط العربي، فهو يمين بالانضمام والارتباط مع الأحزاب العربية. عندما هناك قاسم مشترك، عندما هناك أمر مشترك ضد بنيامين نتنياهو، في هذه النقطة هو يعتبر يسار. لكن تشخيص بنيامين، أسف، أفيغدور ليبرمان ولو هذا التلون، فهو يمين غير يسار. كلمة إذا مسموح لي، في حزب كحلبان أزرق أبيض هناك تناوع أفكار. طيب إذا نجيد إلى نقطة نتفق عليها، يعني في حزب كحول لبان هناك أفكار أكثر يمين كما ذكرت، أكثر يمين من بنيامين نتنياهو. عارفة بوغي يالون كان مؤمن وما زال مؤمن بإسكان أو إدخال إلى مناطق التي دولة إسرائيل انسحبت منها في الشمال الضفة، صح؟ هذا هو. طيب سيد إيلي، في هذا المضمار أريد، لكن باختصار لأنني أريد أن أنتقل إلى مسألة أخرى. كلمة يسار يمين بكل ما يتعلق بليبرمان هي كلها على أرضية وعلى خلفية شخصية لا غير، لأن لليبرمان هناك حسابات عسيرة. نشاهد صورا مباشرة لرافي بيرتس وزير التربية والتعليم في مقر حزب يمينا. نذكر بأن أيلت شاكيد كانت قالت قبل قليل أنه بعد إعلان انشقاق هذا الحزب أو انفصال المركبات هذه القائمة، قالت أنها تفضل أن تبقى المركبات بشكلها الحالي بوحدتها في إطار يمينا، مؤكدة أن الائتلاف أو المفاوضات الائتلافية ستخوضها يمينا كقائمة موحدة وليس كقائمتين بين إحود مفلجوت يمين، اتحاد الأحزاب اليمينية وحزب نفتالي بنت وأيلت شكيد. ולומדים לחיות איתה בצורה הטובה ביותר. يتحدث رافي بيرتس عن استخلاص العبر، عن يعني الاطلاع على ما يجري من نتائج ودراسة هذه النتائج. ללכת ביחד. وكيف يمكن إنشاء حكومة يمين في إسرائيل؟ אני רוצה. إذن سيد إيلي، فرضت علينا هذه صور أن نتحدث قليلا عن يمينة وعن هذا الانشقاق أو الانفصال الذي كان متفقا عليه قبل الوحدة بين الشريكين واستمرارية الشراكة في المفاوضات الائتلافية. نعم، بس إذا سمحتي أريد أن أكمل الجملة التي بدأت بها. أنا قلت أن لليبرمان هناك حسابات عسيرة مع نتنياهو، وهذا الأمر تجلى عندما كان ليبرمان وزيرا للدفاع واضطر إلى تقديم الاستقالة بعد أن كل التوصيات التي قدمها لرئيس الوزراء رئيس الوزراء نتنياهو شطب ورد كل هذه التوصيات، الأمر الذي دفع بنتنياهو بليبرمان إلى الاستقالة. وأقول أن ليبرمان في هذه النتائج حصل على هدف حياته
وهو القضاء على نتنياهو. ورغم النداءات التي أسمعها من قبل تساحيا النقبي قبل قليل ونداءات التي أسمعها على نتنياهو في رئاسة لا محاولة لإقناع ليبرمان العودة إلى المعسكر اليمين رغم أنه قالوا أنه يساري، ولكن كل يسار يمين هي على خلفية خلفية. سألتني على الأحزاب المتدينين حتى الآن وصلنا إلى يمينة، لكن دعني أعود يمينة. إليك في مسألة يمينة. أريد أن أشرك السيد أليف صباغ، أولا تقييمك سيد أليف يعني الصورة الحالية التي تتجلى من خلال هذه الانتخابات. مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. يعني باختصار شديد أقول أنه بنيامين نتنياهو خسر المعركة، خسر المعركة الانتخابية في داخل الليكود قبل أن يخسرها في المجموع العام. لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه الليكود كان 35 عضو، أضيف إله فيجلين الذي خسر الانتخابات المرة السابقة ولكن قوته كانت تساوي 3 أعضاء، وأضيف إليه أيضا كحلون الذي يساوي 4 أعضاء. بمعنى آخر أن الليكود يجب أن يكون قوته 42 عضو. إذا ما وصل إلى 31 أو إلى 32 يعني أنه خسر على الأقل 10 أعضاء، وهذه خسارة داخل الليكود. يعني أتحدث عن معسكر الضيق ومعسكر الليكود. في معسكر نتنياهو اليميني بشكل عام أيضا خسر هذا المعسكر 6 أعضاء، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه في الماضي كان لديه 60 عضو، اليوم لديه 54 عضو، إذن هو خسر 6 أعضاء. في المحصلة بنيامين نتنياهو خسر المعركة في المعسكر الكبير وفي معسكره داخل الليكود أيضا. وبالتالي أنا أعتقد أنه أول المعارك ستكون داخل الليكود لإقصاء بنيامين نتنياهو عن رئاسته. طيب سيد جولاني، يعني السيد أليف تحدث عن أن الليكود خسر في هذه الانتخابات، تحدث عن انضمام كولانو كحلون وكذلك زهوت فيجلين إلى معسكر الليكود عمليا وتأييدهم لهذا الحزب، لكن مع ذلك لم يتجاوز هذا الحزب يعني صحيح. العدد المتوقع له ويصل إلى 40 أو 42 مقعدا. أولا نرى أن أشياء أصوات معينة التي فقط تقرأ بنيامين نتنياهو على الصعيد الشخصي مع بعض أحزاب معينة، نحن نعرف التاريخ، اليمين الإسرائيلي أسقط اليمين الإسرائيلي. طيب وبسبب هذه التصرفات بنيامين نتنياهو ما فاز أو لا يفوز، أو هناك احتمال أنه لا يفوز، هناك كثير عوامل. أين هو الربط الحقيقي المركزي بين المشتركة حزب أزرق أبيض وليبرمان؟ يعني هذه فقط شخصية والصفات، بالضبط شخصية والصفات، شخصية والصفات لو سمحتي بنيامين نتنياهو، هذا هو. وبالإضافة طيب كثير أصوات راحت للأسف الشديد على فاضي، راحت على فاضي. نفس السيناريو الذي كان في سنة 1992 عندما اليمين الإسرائيلي من ناحية الأصوات، فقط من ناحية الأصوات صافي فهو فاز، لكن الانقسام عندما كان كثر تنوع أحزاب، تحزبات غير مفهومة، كل هذه الأصوات راحت على البحر وتفتفتت. سنواصل الحديث سيد جولان، لكن سيد أليف يعني أيضا نريد أن نتحدث عن مسألة الأحزاب العربية والقائمة المشتركة تحديدا. لا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور، لكن القائمة المشتركة على الأقل تقول إنها نجحت إلى حد ما في إسقاط نتنياهو وإن النتيجة مرضية. لا علاقة بين التصويت القائمة المشتركة وبين سقوط نتنياهو. القائمة المشتركة لا تتنافس مع نتنياهو على الأصوات نفسها، وبالتالي ارتفاع عدد المصوتين العرب لا يعني سقوط نتنياهو، وليس بالضرورة له علاقة بسقوط نتنياهو. سقوط نتنياهو داخل المجتمع اليهودي، داخل المعسكر اليميني، وليس لذلك أي علاقة بارتفاع نسبة التصويت عند العرب. ارتفاع نسبة التصويت عند العرب استفادت منه المشتركة، تحريض بنيامين نتنياهو ضد العرب استفادت منه المشتركة إلى حد كبير جدا، لدرجة يعني أن اليوم كنت أسمع، كنت أقرأ
عدد كبير من الناس يقول أنا لست مقتنعا بالمشتركة ولكن سأصوت ضدا ببنيامين نتنياهو. هذا التصويت ضد بنيامين نتنياهو وضد تصريحاته العنصرية والمعادية للعرب طيلة اليوم وفي سيد في أليف أين ستكون وجهة المشتركة؟ هذه التصريحات هي استفادت منها المشتركة. وجهة المشتركة في هذه المرحلة، كان هناك حديث طوال الحملة الانتخابية عن مسألة الكتلة المانعة أو بيضة القبان، هل ستبقى القائمة المشتركة في المعارضة؟ أنا باعتقاد أن القائمة المشتركة ستبقى في المعارضة، لا يوجد أي رئيس حكومة مستعد أن يأخذ القائمة المشتركة إلى حكومته حتى بيني غانتس. يعني بيني غانتس معسكر، أنا أسمي معسكر بيبي نتنياهو معسكر بيني غانتس. معسكر بيني غانتس يساوي 53 عضو، إذا ما كانت المشتركة 13 عضو يستطيع أن يأخذها ويشكل حكومة، ولكنه لا يريد ولا يستطيع بسبب، يعني أنا قلت يستطيع رقميا ولا يستطيع بسبب تركيبة كحولبان وتركيبة حلفائي، وبالتالي القائمة المشتركة ستبقى خارج حكومة بيني غانتس وخارج أي حكومة. وبالتالي أبيكتور ليبرمان يتحدث في مقر إسرائيل بيتينو، عذرا على المقاطعة. شكرا لكم ومساء الخير. بداية أود أن أشكر كل النشطاء الذين وصلوا إلى هنا، وأنا أريد أن أشكر كل واحد وواحدة من مواطني دولة إسرائيل صوتوا لصالح حزب إسرائيل بيتينو. هذه كانت منافسة غير بسيطة. أنا أتفهم الترددات، وأنا شاهدت الكثير من المعارك الانتخابية. لم أرى هذه الضغوط والإغراءات والتهديدات والأكاذيب التي استمعنا إليها في الحملة الحالية. لذلك كل من صوت لحزبنا أكن له كل التقدير والاحترام. أنا أريد أن أشكر كل نشطاء المقر والمستشارين الذين عملوا ووصلوا الليل بالنهار، وأريد أن أشكر رئيسة مقر الحزب. أريد أن أشكر كل أعضاء الكنيسة، كل المرشحين وكل أولئك الذين تجندوا وحتى أولئك الذين لم يكونوا مرشحون. أريد أن أشكر الوزيرة السابقة سوفا لاندفير وبروفيسور ليونيد إيدلمان، لكل رؤساء البلديات ونوابهم ومندوبين في الحكم المحلي وكل واحد وواحد منكم. المهم اليوم وفي هذا المساء أن نوضح مرة أخرى أن كل ما قلناه عشية الانتخابات نقوله بعد الانتخابات. لدينا فرضية واحدة ووحيدة، حكومة وحدة وطنية ليبرالية تتكون من إسرائيل بيتين ومن الليكود ومن حزب كحول لبان. استمعت إلى الكثير من التحليلات في طريق إلى هنا، وأنا أعتذر لأنني سأخيب ظن الكثير من المحللين الذين أحدهم قال أننا سنتقلص إلى 5 مقاعد وأننا لن نكون بيضة القبان.
أنا أعتذر أنني خيبت ظن المحللين، ولكن بالإضافة إلى ذلك أنا أعيد وأكرر رغم كل ما قيل أن حكومة وحدة وطنية ستكون حكومة تعطيل وطني وحكومة شلل وطني، أنا أقول أن حكومة وحدة وطنية هي ليست فقط حكومة طوارئ. أنا أقول لكل مواطن يشاهدنا الآن، الوضع الأمني والاقتصادي هو حالة طوارئ أكثر مما يمكن أن نفكر، وأنا لا أريد هنا أن أزرع اليأس والإحباط، ولكن من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية نحن في حالة طوارئ، لذلك الدولة بحاجة إلى حكومة واسعة، ليست حكومة تصارع من أجل بقائها وتعيش من تصويت حجب ثقة عنها إلى تصويت آخر. لذلك أكرر، لن نتقبل أي إغراءات ولا أي عروض، لا تناوب ولا حقائب وزارية ولا ميزانيات، كل ما قلناه سنستمر. من الناحية الفعلية، بما أنني قلت أننا في حالة طوارئ، سنتخذ إجراءات غير اعتيادية، وأوصي الليلة رئيس الدولة الذي يتحول إلى الشخصية الأهم أن لا ينتظر النتائج الرسمية، أن لا ينتظر النتائج الرسمية، وأن يدعو يوم الجمعة أن يدعو إلى يوم الجمعة ظهر اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لبان بيني غانتس إلى جلسة ومحادثة غير رسمية. ليس لدينا متسع من الوقت، ويجب القيام بكل شيء بسرعة. بإمكاننا وفي كل حال ستكون هناك اتصالات غير رسمية، وسيكون هناك موفدين، ولكي نتجاوز هذه المراحل أنا أعتقد أن هذه المرة يجب على رأس الدولة أن يدعو رؤساء الكتلتين الكبيرتين إلى وجبة غداء، ربما يستقبل عطلة السبت سويا ويقرأ في التوراة، ولكن أنا أكرر الدولة بحاجة إلى حكومة واسعة، وأنا أعرف أن بعض المحللين قالوا أن الحزبين بإمكانهم إنشاء حكومة وحدة بدون حزب إسرائيل بيتنا، بما أن الحزبين يمتلكان أغلبية أكثر من 60 مقعد. هذه فرضية، حتى وإن أقاموا حكومة وحدة بدوننا هذا أفضل من أن يمكث الحزبان ويبقيان في مفاوضات غير مجدية وطويلة الأمد. نحن سنكون سعداء أن نكون جزءا من هكذا حكومة، ولكن حتى وإن قامت حكومة بدوننا هذا سيكون أفضل من أي حكومة ضيقة. في قضية المقاعد والمفاوضات أنتم ستقرؤون الكثير من التحليلات
وستقرؤون التسريبات. لن تكون هناك أي اتصالات غير رسمية. كل ما ستقرؤونه لا تصدقوه، فقط ما سترونه في صفحة الحزب الرسمية على الفيسبوك وفي صفحتي الرسمية. أنا عشت هذه الفترات، وفي كل يوم وفي كل ساعة سنقرأ تسريبات عن لقاءات في منتصف الليل وعن لقاءات واتصالات سرية. لن يكون أي شيء من هذا. نحن سنلعب هذه اللعبة بشكل مفتوح. كل أوراقنا ستكون على الطاولة. وأنا آمل أن رؤساء الحزبين أن يعلنان. أنا أريد أن أسمع منهما تصريحا علنيا أنهم مستعدون لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة ليبرالية، وأنا كنت سأوصي دون أن يسأل رأيي أن يبدأ الدولة بشكل سريع وأن لا ينتظر النتائج الرسمية وأن يبدأ بتشكيل هذه الحكومة الواسعة بأسرع وقت. أنا أريد أن أشكر وسائل الإعلام. شكرا لكم، وسنبقى على اتصال بعد النتائج الرسمية. شكرا لكم. إذن كان هذا فيكتور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتينو، الذي تحدث قبل بنيامين نتنياهو عمليا وقبل بيني جانس، وضع شروطه الواضحة ما قبل الانتخابات يحاكي ما بعدها. الشرط الأساسي حكومة وحدة وطنية ليبرالية بين إسرائيل بيتينو الليكود وكحول لافان. لكن حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية بين الليكود وكحول لافان لن يكون لديه مانع، طالما أن المصلحة العامة يعني تقول ذلك. بل دعا رئيس الدولة إلى يعني استغلال الوقت ودعوة نتنياهو وغانتس يوم الجمعة، هو حدد له الوقت أيضا. أنا أقول أن هناك أساس ربما مشترك، لكن أنا لا أرى شركاء لهذه الصداقة لهذه الحكومة وحدة وطنية بدون وحدة علمانية بدون شك. هو اللاعب المركزي، هو الوحيد الذي الآن يستطيع أن يحط التاج على هو فعلا يتوج رئيس حكومة إسرائيل القادم. لكن أنا لا أرى شريك لهذه الخطة برلمانية سياسية. طيب أنا لا أرى، هو حريص، هو فعلا حريص على كلامه على أقواله، لا يتزحزح فعلا ولا بكلمة واحدة. إذا هو لا يتزحزح ولا يتحرك فعلا، دولة إسرائيل اليوم هي أقرب إلى معركة ثالثة. لا. طيب سيد إيلي، هل يعني سيبقى ليبرمان على هذه التصريحات؟ أولا نقول أن ليبرمان هو الرابح الأكبر في هذه الانتخابات. ثانيا الكل في حالة انتظار لنشر النتائج الحقيقية باستثناء ليبرمان الذي هو راضي من هذه النتيجة. ثالثا هو عاقد العزم بأنه يترتب إقامة حكومة وحدة وطنية بدون مشاركة الأحزاب المتدينة. الآن السؤال المتبقى هو من سيكون الأول في رئاسة الحكومة في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ هل سيكون نتنياهو أو سيكون بيني غانتس؟ مع العلم أن حتى في الانتخابات الماضية كانت فكرة بإقامة حكومة وحدة وطنية، ولكن السؤال الذي سئل في حينه كان عندما غانتس أصر أنه يتبوى رئاسة الحكومة أولا وليس نتنياهو، وعلى هذا الشرط تم إفشال وإخفاق الإمكانية بإقامة حكومة وحدة وطنية. سيد أليف، بثوان معدودة قبل أن ننتقل إلى فاصل، يعني واضح أن ليبرمان أخرج كل الأحزاب الأخرى من حساباته في هذا الطرح.
ليبرمان بدون شك هو الرابح الأكبر وهو المنتصر في هذه المعركة، ليس فقط لأنه زاد من عدد نوابه، وإنما لأنه فرض الأجندة الانتخابية واللاحقا حتى الحكومية. بمعنى آخر، الأجندة الانتخابية على ثلاثة أسس: أولا شخصية بنيامين نتنياهو ورفض شخصية بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة، ثانيا رفض حكومة شريعة يهودية، ثالثا وهو البديل دفع باتجاه حكومة وحدة وطنية. ابقى معنا سيد أليف، سيد بولان برهوم ابقى معنا، وأيضا سيد إلي ميسان، يعني أشكرك جزيل الشكر. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل مع ضيوف ومحللين سياسيين ضمن هذه التغطية المستمرة، ابقوا معنا.